السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اخر مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو غادي نهضروا على كيف تربح مساومه مع البائع. الاشاره فقط، النصيحه ديالي لكم، ما عمرك ما تمشي عند البيع ولا الشراي تبزز عليه انه يبيع لك شي حاجه صحه وبلا خاطر ديالو، ولا تقول ليه راه قدامت لما بقاتش هادي وتبزز عليه باش يبيعها وكتبقى طيح حتى من القيمه ديالها. لا، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراضي. يعني خاص يكون هو الخاطر ديالو بخير وبيعك بخاطر صافي، وفهمتي، وانت تكون بخير. المهم، انا غادي نوريكم واحد التويشيات كيفاش تدخل كيفاش تدخل البائع باش انت تاخذ من عنده داكشي اللي انت باغي. تعلم ديما مني تدخل لشي محل كنتي غادي دايز بانتك شي حاجه اللي ديجا عجباتك، ما تبقاش تشوف فيها. تعلم هادي، ما تبقاش تشوف فيها، دير راسك بحال ماشي عشرة شافت انت بالفكناري هو على هادي اللي كنقلب. سير قلب حاجه اخرى، مثلا انت داخل تاخذ مثلا نظاظر، شفتي واحد نظاظر شي مارك واعره كتعجبك وشحال هادي وانت كتقلب عليها، ما تبينيش باللي راه انت جاي كتقلب على ديك لا مارك. غادي تمشي غادي تقلب على بياسه اخرى، غتقلب على شي بياسه اخرى وغادي تسول بشحال الثمن. مثلا بورطابل، غادي تقول لي بشحال هذا البورطابل هذا، غيقول قدام قدام، تقول لي والله ودي غليتي عليا وهادي وبزاف. لا، فهمتي، واني حاول ديما تضحك معاه. خاصك دير داك البيع والشراي بحال الصديق ديالك، حيت راه النهار كامل هو تيخدم مع الناس. يعني حتى الناس كاين اللي كيعاملو معاملة خايبة، يعني يقدر هو يتسيف عليك: لا خويا، لا هذاك هو الثمن. لا، هضر معاه بشوية وبتعامل زوين وبالخاطر وهادي، وغادي تربح. نضحك معاه وهادي صعب عليك وهادي وهادي وهادي. المهم ماشي بزاف اخويا، ويلي واللي ما خدامش واللي ما عندوش ولا شنو يدير، يا يشوف وهادي. حاول انك انت تقرب منه، جبد معاه الهضره بشويه 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 بشويه. ما قول لي ما تفهمناش على هادي، دوز لحاجه اخرى. بشحال هادي؟ لا لا ودي، انت كتغلي، قصحتي معايا، انت ما بغيتينيش نكون، بغيت زعما نكون انا صاحبك، بغيت نكون كليان ديالك وهادي، وانت قصحتي معايا، انت باقي ما وصلتيش انت للسلعه اللي انت باغي. شنو غادي يولي يفكر البائع؟ غادي يقول: هاد السيد فيه المساومه بزاف، واخا هكا كتهضر زوين. غادي تمشي غدير راسك بحال اللي قررتي تخرج انت من الحانوت، وغادي توقف تقول لي: وبشحال هاد النظاظر هذا؟ غنشوف. غادي تشوف دوك النظاظر، انت غتجيو انت دير راسك بحال اللي انت ما مسوقش، يعني عادي. غادي يقول لك قدا وقدا، وعقل على هاد الكلمه هادي. غادي يقول لك واحد الثمن اللي هو ناقص على الثمن ديالهم اللي هو طالب، حيت هو صافي تيقول راك انت غادي خارج، وديجا هو ما معولش عليك، حيت كون كان عارفك انت قرنتي في النظاظر غادي يهز عليك الثمن وما غاديش ينزل. انت غدير راسك بحال اللي ما مسوقش، قول لي راه دابا راك شتيني كنت غادي وتبانوا لي زوينين، واشنو واش ما تقاتش معايا في الثمن ولا غتجري عليا؟ ديك الساعه غادي توصل للثمن اللي انت باغي. مثلا كانت 100 درهم 200 درهم وطالب مثلا 400 درهم ولا شحال، غادي يهبط الثمن ديالك وهادي، وداك الشيء بالضحك واللعب. المهم، فيما تدخل لشي محل مثلا بغيتي شي بياسه، ما تبينيش باللي انت باغي ديك البياسه، سير سول على شي بياسات اخرين، والاخرين البياسه اللي انت باغي دير راسك ما مسوقش ليها. واني حاول تكون في الهضره بزاف، حاول يعني انك تجيبو لعندك، ماشي تنفخ عليه ولا تكبر عليه. المهم، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. ما تنساوش ديروا اشتراك باش تشوفوا بزاف ديال النصائح وفيديوهات ديال جامع اخوكم جمال الفا. ديروا اعجاب، توضعوا التعليق ديالكم كيف العاده. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.